برج بيزا المائل في ساحة بيزا ولاية توسكان. هذا البرج يتكون من 8 طوابق وبرج داخلي يحوي على 294 درجة. ارتفاعه حوالي 56 متر، نسبة ميلان 5%. مبني من الرخام الأبيض على الطراز الروماني. بني عام 1173، استغرق بناؤه حوالي 200 عام تقريبا. في هذا الفيديو سوف تشاهدون الساحة والبرج والكاتدرائي من الداخل والمعمودية كذلك من الداخل. للأسف لم نستطيع الدخول إليه الآن بسبب الانتظار الطويل، لأنهم يسمحون لعدد معين فقط للزوار للدخول في كل مرة، وعندما حجزنا التذكرة كان أقرب وقت للدخول إليه في 6:30 مساء، أي بعد 5 ساعات، لكن استطعنا الدخول إلى الكاتدرائي والمعمودية وصورنا بعض المشاهد. أتمنى أن تنال إعجابكم. Que luego compramos una botella de agua fría, vamos. هي معمودية باتستيرو دي سان جيوفاني. هذا المبنى مثير كثير للإعجاب. هي كاتدرائية دومو دي بيسا، هي بتيجي حد البرج معه يعني. مثل ما كان شايفين هون العالم بس عم تجي بتتصور مع البرج مع الكاتدرائية، يعني سواح من كل دول العالم. شي حلو كتير صراحة، يعني كل شي هون مثير للإعجاب. المباني التاريخية، اللوحات الفنية اللي موجودة جوا، طريقة البناء من حوالي 1000 سنة، شي خيال. هلا رح تشوفوه بالتفصيل، رح فوت لجوا وفرجيكم اياه بالتفصيل. Gell, Matthias, nicht zu viel. Da schaut niemand mehr an.
هذا المبنى على اليمين هذا مبنى الكاتدرائي. هلا رح فوت لجوا وفرجيكم هنيه من جوا. في لوحات فنيه كثير حلوه وكاتدرائيه قديمه بنت سنه 1170 على ما اظن. Here, you got it. Now, in order to do this, have a look at the car.
Friedrich Bemuro. Gell, Matthias, nicht zu viel. Da schaut niemand mehr an. هاي المعمودية من الداخل، هاي تأسست سنة 1852، معمودية سان جيوفاني. هاي المعمودية كانت ملحقة بالكاتدرائية، ملحقة للكاتدرائية اللي حدها. يعني ما يعني هون بيعمدوا الكبار والصغار يعني بهذيك الفترة، وهي ملحق للكنيسة اللي حدها الكاتدرائية الكبيرة. على فرجة ثانية هم العالي من فوق.
cousins went last year and they didn't last the whole church. Really? <That's> early. Thank you.
guarda anche tu. Ma bir eman kurma.
Wieder mal kommen.